السلام عليكم. كانوا جيرانا لعشرات السنين. كبر اطفالهم سويا حتى بلغوا مبلغ الرجال، وطالما جمعتهم الافراح والاحزان، وطالما اجتمعوا على الموائد. كان هذا هو حال سكان حي الجحمليه في مدينه تعز طوال عقود، حتى اذا خيم ظلام ميليشيا الحوثيين على المدينه، واطلت الحرب بقرونها، فوجئ السكان ببعض جيرانهم يلوحون بالسلاح في وجوههم. ويرددون الحانا عسكريه بكلمات لم تكن في قاموسهم من قبل ويضيقون الخناق على جيرانهم الذين طالما اووا بعضهم ذات تشرد واطعموهم ذات جوع. المواطن عادل الرجوي يحكي قصته مع جيرانه في الفيلم التالي نتابعه ثم نعود. طبعا بدايه الحوثيين هم كانوا بصعده دخلوا عمران تسلسلوا هنا خرجوا تحوثوا أصحاب المؤتمر اللي كانوا مؤتمرين انقلبوا متحوثين من بيت الكبسي من بيت هذا من بيت هذا اشتبحوا زد ضموا القنيد بعدين بديت المفاحصات بيننا نحن وهم ها بديت المفاحصات بيننا نحن وهم بين الذين رافضين لهم زي ما تقول وفي ناس ما لهمش دخل حتى وهم جابوا الكل ضربوهم طبعا عشنا نحوهم هنا ثمان شهور يعني عملنا نحوهم نونو ما يسترون من الصياح من الجدال من لا حي من تنادي تقول الله كتابه ورسوله قال سيدي قال يعني زي الذي استسحروهم يعني عمل سحر نقول بعدين خلاص لما ربك انقبض القلب بكر طلت النسوان انا حقي وحق أخواتي اربع نسوان واطفالهم والاطفال قالوا ما قلت لهم القلب انقبض يعني ماشي جاهل ولا أمره نكون خفاف احنا الرجال يعني جاء انقباض انا كنت اصلا انا كنت كجبهه داخليه لهم حتى انا صهيري واحد صهيري متعلم قال لي بيبطحوك قلت لهم انهم هذا قال لي وقلت لهم حمير ما يفهموش هذا يشربوا حبوب ويسرقوا ويخزنوا مش هم عقائديين لانه زعيمهم قال لهم عليهم بالجبهه الداخليه قال عندي جبهه داخليه قلت لهم انا داري بس انا مش هاخف من هذاك احسن ما اخذ منهم وشي خارجني وفعلا يعني ربنا ربك انقبض قلبي كذا شعتلت بهم واحد من عيالي الزغير كان عادو قال انا ما الشخره جابه، قلت له اخرج نحن بعدكم بالعصر ولا بكره الصبح والعصر قال لنا الخبر وقد هم اجي اخي يقول لي يقول لك كرم عبد الغني تخرج الان ولا يتقاتل أنته. انت انت وعيالك وهو قلت له كيفه صاحي ولا قال لي ما هوش صاحي قلت له اذا خلاص وانا قد حصل لي موقف لما انقبض قلبي حصلته نزل قال لهم يا عيال اذا نزل بي ابي داعش يقتلوا قلت هذا ابوه كيف عاد احنا؟ ها انا الحمد لله تعسكر استوى عمري 13 سنه يعني عرفت الناس كلهم الحمد لله رب العالمين فهذا من لما شفتهم كذا خلاص يعني ما عاد فيش بعد كذا خلاص ايش عاد باقي طبعا بعدين البيت هذه كنت اقول انا شيء لان نشوف هذه بيت اخي وبيت اخي الثاني ما لهم يدخل بالسياسه وبالحرب هذا انا بيتي هنا تحتهم مع هذه بيت اخي الثاني وهذه بيت ابي وهذه بيت اخي برضه هذا قال العثير ها قلت ما يمشي ممكن يفجروه بهن ممكن يحرقوهن هنا انا خرجت بجن عبش 11 ثلاجه معي حق السكريم انا أنت تشتغل بالسكريم ومعي ثلاثه موتورات وهذه البيت طبعا خرجت بعداتي جباداتي خرجته يعني ما قدرتش اخرج حاجه، حتى اخي كان بقي هنا قلت له لا تخرج حاجه. لا ي... يتع... يقولوا كذا لانه قد اتصلنا بواحد منهم الذي كان يجي يكون في بيتي. اتصلت بالمراه حقي تقول له اش تدخل عندي العفش. قال لها ادخلي. انا قلت له ما تدخليش. قالت ليش؟ قلت لها بيمسكونك من شان تجيبي واحد من عيالك. هم يدوروا واحد مننا كانوا، المهم اي واحد يوقعونا. قد ربك خارجنا. قالت له قد اتصلت به، قلت له خلاص مرة أخي هذيك داخلة تديها تديه اتصلي به، هو شاف الديانة هنا واقفة حق مرة أخي، قال لها إيش تعمل؟ قالت له, له بخرج عفشي، عبشي قال لها ما تخرجيش ملعقة من بيت عادل، ها؟ ومرتي قلت له به، اتصلت بها قالوا أيوه جاوبتها، قالت له أشتيك تخرجي لي؟ قالت له عبد محمود الجيراني قال هنا الآن، ها؟ يقول لي ما خرجش ملعقة من حقك، ما قالت لناش فلوس أصلا، دحين. ترك انا خرجت بأداتي، خرجت ببنطلون برا وفنيله، انا أداتي هذه من الناس، والله من الناس، وانا كنت انسان عزيز قوم، انا ما قاتلناهم الا بعد ما خرجونا من بيوتنا، احنا اوذينا وخرجونا من بيوتنا، اصبح خلاص، لا اقدر امنع اولادي ولا اقدر امنع نفسي. لانه خلاص ما عاد فيش مجال انا ابني ما عادش اقدر اقول له ما تروحش كنت من اول اقول لهم ما تدخلوش خلوكم على جنب ها لما جاءت هذه وخلاص وشاركوا معهم والحمد لله رب العالمين نقول الحمد لله رضا منذ العام 2015 وحتى اليوم ما يزال النازحون نازحين والبيوت المفجرة على حالها أنقاضا لم يحصل الضحايا على أي إغاثة عاجلة لإيوائهم بل تركوا لأقدارهم وحظوظهم ولم تحصر أضرارهم بشكل رسمي حفظا لحقهم في التعويض حتى اليوم الأطفال الذين ولدوا في هذه البيوت غادروها خائفين وعادوا إليها وهي أكوام من الحزن والحجارة والكبار الذين بنوها حجرا حجرا يمرون عليها كل يوم ويرون تعبهم وأحلامهم وذكرياتهم كلها أنقاض وغبار تدره الرياح مشاهدين الكرام حماية الأملاك الخاصة في القانون والشريعة وحقوق الضحايا في التعويض موضوع حديثنا مع المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي مرحبا بك سيد توفيق مرحبا بك أخي الكريم وجميع مشاهدي قناتكم الكريم تابعنا قبل قليل شهادة أحد المهجرين من حي الجحمليه في مدينه تعز ممن فجرت الميليشيا منازلهم هل لك اولا ان تحدثنا عن حمايه الاملاك الخاصه في القانون اليمني حقيقه حمايه الاملاك الخاصه تعتبر من القضايا المقدسة بموجب الدساتير والاتفاقيات وبما فيها القانون اليمني حيث نعم. لا يجوز المساس بممتلكات أي شخص لأي سبب من الأسباب إلا برضاه أو إذا توفرت حالة المصلحة العامة يجب أن يعوض تعويضا عادلا إما رضائيا وإما قضائيا في حالة رفضه أن يمنح أملاكه الخاصة للمصلحة العامة وبالتالي هذا الحرص من قبل القوانين ومن قبل الدستور اليمني للأملاك الخاصة يأتي من أجل استقرار المجتمع النفسي والاجتماعي وأيضا الشعور الإنسان بالأمان وبأن حقه مصون لذلك نجد أن التشريع القانون الجنائي أيضا وقانون العقوبة اليمني ترتب إجراءات قانونية معينة مثلا لا يجوز اقتحام البيت إلا بأمر من النيابة العامة لا يجوز تفتيشه قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد السادسة ليلا على سبيل المثال نعم. أيضا هنالك عقوبة متعلقة بحرمة انتهاك المسكن هنالك متعلقة بالتلصص على المسكنه والتجسس عليها وراينا كثير من ربما الحكام والانظمه في الدول المتقدمه سقطت بسبب جاسوسيتها على حرمه واملاك هؤلاء المواطنين على سبيل المثال الحريه ممتلكات الاشخاص العماء من الامور المقدسات قدسيه الانسان نفسه التي لا يجوز المساس بها كما كما ذكرت سابقا ولذلك للاسف الشديد نحن في اليمن اليوم ظاهرة أصبحت متفشية ظاهرة تفجير البيوت أو الانتقام من الخصوم بتفجير متفشية البيوت سيد توفيق متفشية من قبل غريم واحد من قبل طرف واحد من نعم نعم, نعم منتهك واحد نعم نعم يعني أنا سأذكر وبالتالي هي من قبل جماعة الحوثي والحوثي ونحن رصدنا إلى حد الآن ما يقارب 800 مسكن لل وهي انتقام يتعدى الشخص الذي له أيضا حق الحرية أو حق المعارضة إلى أهله الذين لهم حق في هذا المسكن لكن نعم. هذه الظاهرة للأسف الشديد لها امتدادات تاريخية في التاريخ اليمن وللأسف الشديد نحن لم نعالجها كان هنالك ظاهرة المطرفية التي وثقها التاريخ عندما تم إحراق ممتلكاتهم وهدم بيوتهم وحتى كما يقال سب النساء ولدينا في معارك المناطق الوسطى كان هنالك أيضا انتقام بتدمير البيوت هذه الظاهرة للأسف الشديد اليوم أصبحت ظاهرة خطيرة وتستخدمها ميليشيات الحوثي كأحد الأسلحة البشعة، في الانتقام من الخصوم والذي لا اثار نفسيه على الاطفال، لا اثار نفسيه على الامهات، لا اثار نفسيه على رب الاسره الذي دائما نحن في اليمن ربما يتبلور الحلم الاكبر للفرد ان يكون له منزل وفجاه يجد ان هذا المنزل بكبسه زر يصبح ركاما واطلالا وجزء من الماضي ولا يدري الى اين يذهب، لذلك هذه الظاهره يجب ان تتوقف ويجب ان يحاسب من يرتكبون هذه الظاهره على ذكر أيضاً على... على ذكر الحساب هنالك عمليه التف... قصف البيوت بالخطا ما. من قبل طيران التحالف يجب ايضا هذه ان تتوقف لانها تدخل في في نفس السياق الذي وضعته قواعد الاشتباك لا يجوز قصف المناطق المكتظه بالسكان يجب تجنيب المدن القصف العشوائي سواء نعم. بقذائف الحوثيين او بطيران التحالف هذه الحرب المجنونه لا تفرق وبالتالي حاولت المعاهده الدوليه ان تحمي حقوق او الحرمات الخاصه قدر الامكان وتفرض جزاءات قاسيه ضد مرتكبيها. على ذكر المحاسبه سيد توفيق يعرف هؤلاء المهجرين خاصه يعني في مدينه تعز وممن كان الجيران هم رأس حربة خراب بيوتهم، يعرف هؤلاء الضحايا غرماؤهم بالاسم على وجه التحديد هل يتحمل هؤلاء المسؤولية كأفراد أم يعني هي مسؤولية تضامنية تشمل الجماعة الميليشياوية بشكل عام؟ لا المسؤوليه شخصيه بالدرجه العقوبه المسؤوليه شخصيه بالدرجه الاولى لكن ايضا هي تاتي في سياق حرب وفي اطار ان هنالك ميليشيا لها قياده ولديها افراد ينفذون هذه القياده لانه اليوم من يتابع ظاهره تفجير البيوت منذ تقريبا عام 2004 الى اليوم سيجد انها اصبحت فعل ممنهج بمعنى انه اصبحت جزء من سياسه الانتقام وجزء من سياسه العقوبه التي تمارسها هذه الجماعه ضد خصومها وبالتالي هذه المسؤوليه ستترتب على قياده الجماعه التي اتخذت هذا النهج كوسيله للانتقام وايضا على الافراد الذين بصفتهم الشخصيه الذين يعني يمارسون او يقومون بتفجير هذه البيوت. هنا نقطة مهمة يجب ان يتنبأ لها الجميع على انه لا يعذر شخص ولو كان قائد عسكري بجهله بالقانون الدولي او بحقوق الانسان او يقول بانه ينفذ الاوامر، لدينا لا. ظاهرة او سابقة تاريخية في محاكمة الحلفاء للجنود الالمان والذين احتجوا بانهم كانوا ينفذون اوامر هتلر والقياده العسكريه الالمانيه في الحرب العالميه الثانيه نعم. لكن كان واضح ان القضاء رفض ذلك وافترض علم هؤلاء القاده العسكريين بحقوق الانسان ويجب عليهم رفض هذه الاوامر وعدم تنفيذها ولو ادى الى قتلهم لان قتل واحد لا اكثر من يعني اقل اخف ضررا من القتل او تدفير الى غير ذلك نعم اذا هل هناك ايضا جهه مسؤولة عن معالجة هذا الوضع حاليا على الأقل فيما يخص الإغاثة، تقديم المساعدة لهؤلاء النازحين وهؤلاء المشردين الذين يدخلون عامهم الثالث. هناك مسؤولية ما تجاه هذا الوضع؟ آه في الوضع اليمني هنالك حكومه شرعيه اليوم وان كانت في آه الخارج تتحمل المسؤوليه هنالك دول التحالف التي دخلت مع الحكومه الشرعيه في هذه الحرب ايضا تتحمل جزء من آه مسؤوليه تخفيف دول التحالف سيد توفيق تعلن آه تعلن, آه تعلن ارقام وعن آه. مراكز اغاثه وانها قدمت سلال غذائيه بـ بـ بالاف يعني الارقام بمئات الالاف بينما في الواقع لا نرى ما يصل يعني انه يكفي لا نحن كنا واضحين في اكثر من برنامج تلفزيوني بان القضيه الانسانيه يجب ان تخرج من اطار الصدقه الفرديه الطوعيه، نحن اليوم نتحدث عن حرب يجب ان تكون هنالك استراتيجيه متكامله، يجب ان نتحدث عن اغاثه مستمره طويله الامد، يجب ان نتحدث عن مراكز ايواء حقيقيين اليوم على سبيل المثال وضعت الخطط العسكريه لمدينه الحديده من اجل استعادتها من الميليشيات لكن غابت الخطط الانسانيه نعم. الى حد الان لم نجد مراكز ايواء لاستقبال نازحي الحديده البعض ذهب الى محافظه المهر على بعد ما يقارب 2000 كيلو والبعض صعد الى صنعاء والبعض ذهب الى تعز ويعيشون حاله انسانيه مرة. نعم. نحن رصدنا كثير من هذه الحاله ووثقناها وسنصدر تقرير عن مدينه الحديده عن حاله مدينه الحديده امر مخزي للاسف الشديد ان تبيع المرأة ذهبها وكل ما تمتلك من أجل أن تنتقل إلى منطقة بعيدة. أنا أعتقد اليوم منطقة المخا وكثير من المناطق أصبحت تحت سيطرة الحكومة الشرعية ودول التحالف على وجه الخصوص. وبالتالي هم يتحملون اليوم مسؤولية توفير كل هذه المساعدة. أنا لا أتحدث عن مساعدة سلة غذائية أو معونة إنسانية. يجب أن نخرج من إطار الصدقة. يجب أن نخرج من إطار الصدقة والعمل الخيري البسيط. يجب إلى خطة استراتيجية متحرك. لاغاثه هؤلاء الناس الغذاء، الصحه، المأوى، التعليم الى غير ذلك. نعم، بينما تغيب مثل هذه الخطط التي ذكرتها تحضر وبشكل قوي مواضيع تطرق يعني او تكشف انواع من الفساد الذي يطال هذه المساعدات الطارئه والعاجله. انتم كمنظمات مجتمع مدني كيف تنظرون الى قضيه الفساد في الاغاثه؟ والذي يعني أصبحت روائحه تزكم الأنوف هي والله حقيقة جريمة مركبة يعني إنها جريمة فساد وجريمة أيضا في حق المساكين والأرض هؤلاء يجب أن يحالوا إلى محاكم عاجلة اليوم القضاء في عدن أعتقد يعمل وإن كان بصورة أقل بكثير عن المأمول لكن أيضا يجب أن يكون هنالك حزم من الحكومة الشرعية بكل من يثبت أو يثار حول شبهة ممارسة الفساد خاصة في القضايا الإنسانية. أيا كان جمعيات أو أشخاص. اليوم نسمع قضايا الصراع. ما يدور عن حقوق الجرحى على سبيل المثال في تعز. نعم. وهذه القضية يجب أن لا تبقى في الإطار الإعلامي. يجب أن تتدخل الحكومة. يجب أن يفتح تحقيق شفاف ويعاقل من قبل نيابة الأموال العامة. ويجب إحالة المتسببين في مثل هذه الفساد سواء كانوا في اعلى السلطه او في ادنى السلطه كانوا منظمات او كانوا سعاة خير هذه الامر يجب ان لا تسكت لانها تفقد الثقه وتضاعف وتفاقم الازمه الانسانيه بصوره اكبر لدى داخل المجتمع نعم فيما يخص التعويضات من الطبيعي ان تتاخر هذه المساله الى يعني التعويضات واعاده الاعمار حتى ما بعد انتهاء مرحله الحرب لكن أليس من الواجب أن يكون هناك عملية رصد رسمية وتوثيق للأضرار أولا بأول قبل أن تنطمس الآثار وتضيع الأدلة وتصبح الشكاوى مجرد إدعاءات قد تكون صحيحة وقد تكون زائفة حقيقة هذا ما نادينا به نادينا به أكثر من مرة وربما عبر أحد برامجكم في قناة بلقيس آه قدمنا نصائح لمن هم في الداخل يجب ان توثق توثيق سليم، يوثق البيت قبل الهدم، يوثق البيت بعد الهدم، تكون هنالك الصور توثق ملكيات هذه البيوت ايضا اذا لم يكن هنالك شهاده شهود يجب ان توثق شهادتهم ولو لدى عقال حارات ولو يعني بالاجراءات البسيطه، نحن اليوم لا نتحدث عن توثيق عالي امام محاكم وقضاه، لا يجب بالتوثيق البسيط انه بيت فلان تفجر بتاريخ كذا امام شهود، يعني يحكوا الواقعه ويثبتوا نعم. هذه الوقائع، هذه الامور يجب اليوم ان تفتح لها لجنه مستقله ثابته بهذا الامر حتى لا تختلط الامور وتكثر الادعاءات فيما بعد تتحول هذه القضيه الى قضيه ابتزاز ومراوغه الى غير ذلك تحفظ حقوق الضحايا وهذه الامور تتحمل مسؤوليتها الحكومه الشرعيه وايضا المنظمات التي تعمل في الميدان او ستعمل في هذا الخصوص في وجه هذه الفقره على وجه الخصوص هناك هناك لجان حكوميه قائمه سيد توفيق ما تقييمكم بعد ثلاث سنوات لأداء عملها نتائج التحقيقات نتائج التوثيقات التي قامت بها كيف تنظرون إلى الأمر هل تطور أو أنه مجرد يعني وجود ديكوري أنا حقيقة لا نستطيع نحن كمنظمة بالنهاية أن نقيم منظمة أخرى لكن الأمر متروك لا ليست منظمة إنما لجنة حكومية كما تفضلت هي لجنة حكومية ومدعومة من مجلس الأمن وتم رفضها أيضا كما قيل بالخبراء وتعمل قرابة ثلاث سنوات على الميدان هي المنظمة أعتقد أنها بحاجة إلى إثبات مزيد من الاستقلالية يعني بمعنى يجب أعتقد أن أعتقد يجب أن يكون لها أن تبتعد بصورة أكبر عن أحضان التحالف يكون لها مقر في دولة محايدة على سبيل المثال يجب أن تقدم مزيد من الثقة للناس اليوم أنا ربما لا يمكن أن نطعن في شخص هذه اللجنة وراصدية أنا بكل تأكيد نحن, نحن نتحدث لا نتحدث لا عن الأشخاص ولا عن العاملين نحن نتحدث عن الأداء والنتائج نعم هناك عجز واضح يعني هنالك عجز واضح على المستوى الاداري على المستوى المالي على المستوى اللوجستي طبعا هذا يجد صعوبه كثيره ان المجتمع الدولي يتقبل نتائج هذه اللجنه لانه بالنهايه محسوبه على الحكومه يعني نكون واضحين في هذا الامر نعم. يعني حتى لو تقبلت نتائج انا وانت في النهايه لن يتقبلها المجتمع الدولي وبالتالي نحن نحتاج الى مزيد من الحوار مزيد من العمل من اجل انصاف هؤلاء الضحايا والوصول الى صيغه اكبر ل محاسبه المتسببين، انا اعتقد اليوم تقرير لجنه الخبراء الاخير الذي اثار كل هذا اللغط وعليه علامه استفهام كثيره منا ويعني من كثير، لكنه قدم في النهايه مسار يمكن ان يسير الناس عليه واعتقد بانه سيكون نقطه انعطاف، اليوم مجلس حقوق الانسان ربما يمدد لهذه اللجنه لتستمر في عملها واعتقد ان هنالك كثير من الجهات سوف تحرك هذا الملف على مستوى الجنايات الى مستوى الى غير ذلك وبالتالي نحن يجب ان نسابق او ان نرتقي الى مستوى هذه الحركه وهذا التغيير بصوره اكبر ما لم سيتجاوزنا الجميع يعني. صحيح، اذا هل من رساله اخيره و يعني طرح معين تودون انهاء هذا الحوار به؟ والله انا اطلب من الحكومه على وجه الخصوص والمجتمع تشكل لجنه خاصه من المجتمع المدني من المنظمات باستقلاليه تعمل على تلقي شكاوى تفجير البيوت توثيقات توثيق صحيح توثيق مهني تحقق فيها منذ بدايتها الى نهايتها وتعمل على تحريك هذا الملف بصوره كبيره امام القضاء بصوره كبيره جدا امام القضاء المحلي تقصد امن الدولي نعم نعم حتى على المستوى المحلي اذا كان هنالك امكانيه ما لم يمكن ان يحرك على المستوى الدولي نعم اذا المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام الى هنا انتهى وقت هذه الحلقه نذكركم بان وسائل اتصالنا مفتوحه من خلال الايميل الظاهر اسفل الشاشه او عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب او قناة البرنامج على تيليجرام المواطن المهجر عادل الرجوي تم الرصد بامان الله